يا صبر أيوب، كلمة على طول بنسمعها، والنهاردة هنتكلم عن الابتلاء العظيم اللي ابتلي بيه نبي الله أيوب عليه السلام، وهنحكي ازاي فقد كل شيء بالتفصيل، وقصة صبر ومعاناة وتحمل فذكرت في جميع الكتب السماوية. وهل فعلا إبليس كان هو السبب وراء هذا الابتلاء؟ فصلي على النبي وركز معايا. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة على الماشي. في الحلقة اللي فاتت سألنا مين هو النبي اللي ابتلي في ماله وصحته واولاده، ودي اسماء اول 10 جاوبوا صح، فالاجابة هي ايوب عليه السلام. وهو ايوب ابن موص ابن راعويل ابن العيس ابن اسحاق ابن يعقوب ابن ابراهيم عليه السلام. ذكر في القرآن الكريم في اكتر من سورة، زي سورة الانبياء وسورة صاد والنساء والانعام. اما في المسيحية فهو قديس معروف باسم ايوب البار او ايوب الصديق، وليه سفر كامل بيتكلم عنه في العهد القديم، وهو سفر ايوب. ايوب عليه السلام هو ملك من ملوك ادوم، فكان عايش في ارض عوص بالقرب من ارض كنعان. واما زوجته فاختلفت الاراء حول نسبها واسمها، فالبعض قالوا ان هي ليا بنت يعقوب، وناس قالت ان اسمها رحمة ابن افرثيم، ولكن الرأي الراجح انها ليا بنت منس ابن يوسف ابن يعقوب عليه السلام، يعني جدها يبقى سيدنا يوسف. وهنشوف ازاي حياة سيدنا ايوب اتغيرت 180 درجة من الرخاء الى البلاء، وهل فعلا ابليس كان هو السبب وراء بلاء سيدنا ايوب؟ ده اللي هنعرفه، فخليك معايا. ونروح للجزء الثاني، حياة ايوب عليه السلام. ذكر في التوراة ان سيدنا ايوب كان عنده 7 اولاد و3 بنات، وانه كان غني غنى فاحش، فكان يملك كل انواع المال، 7000 من الغنم و3000 جمل، ده غير البقر والاراضي والاموال اللي لا حصر لها. فقال عنه الكتاب المقدس انه كان اعظم كل بني المشرق، وكان ولاده كل يوم يعملوا وليمة عند حد منهم ويعزموا بقية اخواتهم. وكان سيدنا ايوب مطاع في قومه، محبوب من كل الناس ومعروف بكرمه وحسن معاملته. ولكن كل ده هيتغير. ونروح للجزء الثالث، طعن ابليس في نية أيوب. حسب ما ورد في القرآن والسنة ان الله عز وجل ابتلى سيدنا ايوب ليختبر صبره وايمانه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل فالامثل. وفي حديث اخر ان الراجل بيبتلي على حسب دينه، فان كان في دينه صلابة يعني دينه قوي كان بلاءه قوي، وده حسب المفهوم الاسلامي. اما في اليهودية والمسيحية فالموضوع مختلف شوية. فحسب ما ذكر في التوراة وذكروا برضو كثير من فقهاء المسلمين ان سيدنا ايوب كان بيتعبد كتير، فكان ليه مكانة عظيمة عند الله والملائكة، وده اللي خلى ابليس يغير منه. وحسب التوراة وبعض الروايات الاسلامية ان في احدى الايام حضر ابليس بين يدي الله، فالرب قال له انت جاي علشان عبدي ايوب لانه رجل مستقيم وبيتقي الله وبيحيد عن الشر. فالشيطان قال للرب: هل مجانا يتقي ايوب الله؟ ولا يا رب علشان اكرمته وانعمت عليه بكل حاجة، اولاد واموال وصحة، وباركت في عمله، وبدأ الطعن في نية ايوب، وان عبادة ايوب واستغفاره علشان النعم اللي الله انعم بيها عليه، وان ايوب اكيد هيتغير لو زالت النعم. وطبعا الله عز وجل كان يعلم بنية ايوب عليه السلام، ولكن اراد ان يظهر الحق وان يمحي اي شبهات عن العبد الاواب ايوب عليه السلام. فالله اعطى لابليس سلطان على ايوب عليه السلام، وهنا هيبدأ البلاء. ونروح للجزء الرابع، بداية البلاء. ذكر في التوراة بالتفصيل كيف ابتلي سيدنا ايوب. ففي احدى الايام كان اولاد سيدنا ايوب متجمعين في بيت اخوهم الكبير وعاملين وليمة زي ما قلنا، وكان سيدنا ايوب قاعد في ارضه، وكان يوم عادي جدا. وفجأة جل سيدنا ايوب واحد من الخدم بتوعه وقال له ان السبئيون هجموا علينا وقتلوا كل الخدم واخدوا البقر كله. واثناء الكلام جه خادم تاني وقال لسيدنا ايوب ان في نار نزلت من السماء
قتلت كل الأغنام والخدم وما تبقاش غيري، ولكن لسه البلاء ما انتهاش. فجي خادم ثالث وقال لسيدنا أيوب إن الكلدانيين هجموا بجيش وأخدوا كل الجمال، وبكده يبقى سيدنا أيوب فقد كل ماله في لحظة. لكن الخبر الأسوأ هيجيله إن أولاده هم قاعدين جات رياح قوية ضربت إحدى أعمدة البيت فوقع عليهم وماتوا كلهم. متخيل كمية وحجم المصايب اللي أصابت سيدنا أيوب في نفس اللحظة لا يتحملها بشر. ولكن تخيل رد فعل سيدنا أيوب كان إيه. فأيوب عليه السلام سجد على الأرض وقال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. ودي الرواية التوراتية ومفيش تفاصيل ذكرت في القرآن أو السنة عن الطريقة اللي خسر بيها سيدنا أيوب أمواله وأبنائه غير اللي ذكر في التوراة، فعرفها على سبيل المعرفة بس مش أكتر. وبالرغم من إن أيوب عليه السلام تقريبا خسر كل حاجة إلا إنه فضل يشكر الله ويحمده. فلما إبليس شاف صبر أيوب عليه السلام قرر إن هو يبتليه في جسده وصحته. فذكر بعض الفقهاء إن أيوب عليه السلام أول من أصيب بالجدري، ورأي تاني إن هو أصبح قعيد ما يقدرش يمشي ولا يتحرك، وإن لحمه بدأ يتساقط عن جسمه، وإن الدود بدأ يخرج من جسده. فسيدنا أيوب ابتلي في جسده بكل أنواع البلاء وما تبقاش ولا جزء سليم في جسده غير قلبه ولسانه. ولما ازداد مرض سيدنا أيوب أهل القرية طردوه برا المدينة وبعد عنه كل الناس القرايب والأصحاب. فسيدنا أيوب حرفيا خسر كل حاجة، ماله وأولاده وصحته. ولكن فضل مع سيدنا أيوب حاجتين خلوه يقدر يتحمل هذا البلاء العظيم. أول حاجة إيمانه بالله ورضاه التام باللي ربنا كتبه عليه. تاني حاجة هي زوجته، زوجته اللي فضلت واستحملت معاه كل هذه المعاناة. فسيدنا أيوب ما كانش بيتحرك تماما، فكانت بتعينه على قضاء حاجته وإنها تداويه وتدبر قوت يومهم وأكلهم وشربهم. فتخيل سيدنا أيوب لو من غير زوجته كان هيعمل إيه. فتخيل المعاناة اللي هي عاشت فيها، ده غير خسارتها لأولادها. لا كمان زوجة سيدنا أيوب اللي من نسب شريف، فهي من نسل الرسل والأنبياء يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم، بدأت تخدم في البيوت علشان توفر الأكل لزوجها بعد كل العز والنعيم اللي كانت عايشة فيه. وكانت لما بتقول لسيدنا أيوب ادعي ربك إنه يخرجنا من هذا البلاء، فسيدنا أيوب يقول لها إحنا عشنا أكتر من 70 سنة في صحة وعافية، فعلى الأقل أصبر 70 سنة زيهم. يا صبر أيوب. ومع الوقت الحياة بقت أصعب وأصعب، فالناس بقوا مش راضين يشغلوها علشان بقوا خايفين إن يصيبهم اللي أصاب زوجها. ونروح للجزء الخامس، رفع البلاء. كيف رفع البلاء عن سيدنا أيوب؟ وفي الجزء ده عندنا روايتين. الرواية الأولى إن ليا زوجة سيدنا أيوب بعد ما الناس كلهم رفضوا إن هم يشغلوها وداق بيها الحال، فقصت ضفيرة من شعرها وبعتها لبنات من الأشراف في مقابل إن هم يدوها أكل. فلما رجعت لسيدنا أيوب سألها جابت الأكل منين، فقالت له إنها خدمت ناس وهم اللي ادوها الأكل ده. واليوم التاني اتكررت نفس المشكلة، وهو ان مفيش اكل ومفيش حد عايز يشغلها، فقصت الضفيرة التانية من شعرها وبعتها مقابل الاكل. فلما راحت لسيدنا ايوب اتعجب وحلف ان هو مش هياكل غير لما يعرف هي بتجيب الاكل منين. فكشفت عن راسها، فلما شاف ان راسها محلوق ما قدرش يتحمل اذى زوجته ودعا الدعاء الشهير وقال: اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان لما زوجة سيدنا ايوب باعت ضفاير شعرها، الشيطان جالها في صورة طبيب وقال لها: انا ممكن اشفي ايوب من كل الامراض اللي عنده، بس بشرط ان سيدنا ايوب يقول ان انا اللي شفيته. فالشيطان كان عايز ينسب الفضل ليه مش لله. فزوجته راحت بسرعة وقالت لسيدنا ايوب، فسيدنا ايوب عرف ان ده الشيطان فغضب جدا وحلف انه يجلد زوجته 100 جلدة. وافتكر الوعد ده كويس علشان هنرجع له تاني. والرواية التانية عن الرسول عليها افضل الصلاة
والسلام ذكرت في صحيح ابن حبان ان سيدنا ايوب ابتلاه الله عز وجل 18 سنة، فرفضوا القريب والبعيد الا رجلين من اخوانه كانوا بيروحوا يطمنوا عليه في الصبح وبالليل. ففي احدى الايام والرجلين دول رايحين لسيدنا ايوب، واحد فيهم قال للتاني: انت تعرف ان ايوب ارتكب ذنب مفيش حد من البشر كلها ارتكبه؟ فالتاني سأله: ذنب ايه اللي عمله؟ فقال له: معرفش، بس هو عمل ذنب من 18 سنة، علشان كده ربنا ما رحمهوش كل السنين دي. فهو كان شايف ان بلاء سيدنا ايوب ده عذاب من الله. فلما وصلوا لسيدنا ايوب الراجل ما قدرش يمسك نفسه، فحكى لسيدنا ايوب وقال له: ايه الذنب اللي انت ارتكبته علشان يحصل لك كل العذاب ده؟ فسيدنا ايوب استغرب وقال: ده بلاء من الله. وقال لهم: انا لما كنت بشوف راجلين بيتخانقوا مع بعض كنت برجع بيتي استغفر لهم علشان ربنا يكفر عنهم ذنوبهم. وكانت زوجة سيدنا ايوب متعودة ان هي تسنده وتوديه مكان يقضي حاجته وبعدين ترجعه تاني، ولكن في احدى الايام لما ودته اوحى الله الى سيدنا ايوب انه يضرب الارض برجليه، فانفجرت من الارض عين مية، فشرب سيدنا ايوب واغتسل، فرفع الله عز وجل عنه البلاء واختفى الالم ورجع له صحته وجماله. فزوجة سيدنا ايوب قلقت عليه علشان اتأخر، فشافت سيدنا ايوب وهو في احسن حال فمعرفتوش، فبتقول له: انت ما شفتش نبي الله المبتلى؟ فلما ركزت شوية قالت: والله انا ما شفتش حد شبهه اكتر منك. فقال لها: انا هو، وان الله عز وجل رفع عنه البلاء. وفي رواية بتقول ان الله عز وجل ارسل سحابتين، سحابة امطرت عليه ذهب والسحابة التانية امطرت عليه شعير، ورواية اخرى ان الله عز وجل ارسل عليه جراد من ذهب، ففضل ياخد الذهب ويملى هدومه، فقيل له: يا ايوب اما تشبع؟ قال: يا رب ومن يشبع من رحمتك. ونروح للجزء الخامس: الجزاء بعد البلاء. بعد ما ايوب عليه السلام تحمل البلاء ونجح في الاختبار، فاكرين الوعد اللي وعد بيه زوجته انه يجلدها 100 جلدة؟ تكملة الرواية بتقول ان الله عز وجل اوحى لسيدنا ايوب انه يجمع 100 قشة ويضربها ضربة واحدة لينة، وبكده يكون نفذ وعده، وده اللي ذكر في الآية اللي بتقول: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وربنا جازى زوجة سيدنا ايوب فرجع لها شبابها تاني وخلفت 26 ولد، وده اللي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه. وان الله عز وجل زود ثروة سيدنا ايوب اضعاف اضعاف عما كانت عليه قبل البلاء، وتوفي سيدنا ايوب وهو عنده 93 سنة، وناس قالت انه عاش اكتر من كده. وعن مجاهد قال: ان الله يحتج يوم القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء، وبيوسف عليه السلام على الأرقاء، وبأيوب عليه السلام على أهل البلاء. وتوفي نبي الله أيوب عليه السلام ومحدش يعرف هو مات فين بالظبط، وفي كذا ضريح لسيدنا أيوب في عمان وسوريا والعراق والله أعلم. ودي كانت قصة سيدنا أيوب. ونروح لسؤال الحلقة. في الحلقة الجاية هنتكلم عن نبي زعم الناس إن هو ابن سيدنا أيوب، فلو عرفت الإجابة اكتبها في تعليق تحت الفيديو، وبرضه قول لي ايه رايك في الحلقه، عجبتك ولا لا. واكبر دعم تقدر تقدمه لي ان انت تعمل لايك وشير للفيديو، وممكن تدعمنا ماديا من خلال باتريون او البيبال، هتلاقي الروابط تحت الفيديو. واستنونا الاسبوع الجاي في قصه جديده وبرنامج قصه على الماشي. واه صحيح، تقدر تشوف كل الحلقات على قناه اليوتيوب، اكتب على اليوتيوب او على جوجل قصه على الماشي. وشكرا.